هوية بريس. السلام عليكم وتحية طيبة. عبد الله النقابي، فاعل جماعي بمدينة فاس وبالضبط منطقة عين نقبي. جينا اليوم نتكلموا على قضية النقل الحضاري اللي هو ملف يعني صعصع علينا كفاعل جماعيين وكساكنة. يعني درنا جميع الخطوات اللي يمكن تدار، رسلنا الجهات المعنية من الجماعة وكذلك شركة سيتي باص وكذلك السيد الوالي في إطار العقد ديال التدبير المفوض، قال لك في إطار الإحداث ولا تمديد ديال واحد الخط خصير رجعوا لدفتر التحملات. مشينا معاهم في ذاك السياق باش الحافلة توصل لمنطقة عين نقبي للداخل، فإذا به الآن دابا كنتفاجئوا أن الحافلة ديال عين نقبي كاع ما بقاش كتوصل، وهذا اللي كيطرح أكثر من تساؤل. يعني درنا أي حاجة قدرت تدار، مشينا في الخطوات النضالية ديالنا كفاعلين جماعيين في منطقة، ومشكورين بزاف ديال الجمعيات اللي داروا يديهم معنا. ولحد الساعة يعني منطقة عين نقبي كتعتبر من أكبر مناطق كثافة للسكينة، ولكن السؤال المطروح هو علاش عين نقبي ما كيهبطلهاش الطوبيس؟ علاش جميع المناطق يعني الجديدة اللي تحدث مؤخرا، لا قنصارة لا ولا الطيب يعني ولا كيصلوا لهم الطوبيس، عين شقاق، إلا منطقة عين نقبي اللي هي منطقة قريبة بزاف للمجال، هي داخلة في المجال الحضاري وما كيوصلهاش الطوبيس. هذا هو السؤال ديالنا للإخوان المسؤولين. يعني درنا المطلبات ديالنا والمطلبات ديال الساكنة، لأن كما كيعرف الجميع أن المحطة ديال الخط رقم 3 هي بعيدة بزاف على المنطقة ديال عين نقبي، وكانت كتصعصع الطلبة اللي كانوا كينفقوا في الصباح بكري، عندهم امتحانات، كذلك المسنين اللي نظرا للعقبة الكبيرة. ولكن من ضمن كناضلوا كندافعوا يعني جاوبوا معنا المسؤولين صراحة الله، ولكن لحد الآن حتى شي حاجة ما كاينة على أرض الواقع. وكنتفاجئوا حاليا بارتسامات ديال بعض الطلبة كيقولوا بأن الخط ديال 3 ما بقاش كيهبط لعين نقبي نهائيا، وهذا هو السؤال اللي خصنا نطرحوه يعني للمسؤولين، شنو هو الاشكال وشنو هو المشكل اللي كاين في عين نقبي باش الطوبيس ما هبطش؟ وتحيه طيبه للجميع. بالنسبه للملف ديال النقل الحضري في منطقه عين نقبي، هو احد الملفات اللي كيتربع على عرش الاولويات والاحتياجات ديال الساكنه بالمنطقه، على اعتبار انه فئه عريضه من المجتمع محرومه ابسط شروط العيش الكريم المتمثل في النقل الحضري. كاين مئات ان لم اقل الاف ديال الطلبه وديال التلاميذ اللي كيتكبدوا عن التنقل بشكل يومي. كاين اشخاص اللي خصهم يتنقلوا للمستشفيات العموميه واللي ما كيلقاوش هذه الوسيله الضروريه. كنا سمعنا كان عدد ديال الاجتماعات اللي عقدتها جمعيات المجتمع المدني مع المؤسسات المختصه، وكانت هناك وعود لدرجه انه جاءوا في واحد المرحله معينه وشفناهم كيعبروا الطريق، وكانت وعود بانه سيتم ادخال هذه الوسيله ديال التنقل الحضري للمنطقه، ولكن للاسف وعود جوفاء ما تمش الايفاء بها. حنا اليوم كنوجهوا رساله لكل مسؤولين من داخل الجماعه، في المسؤولين على على على, 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 على الشركه ديال التدبير المفوض ديال قطاع النقل الحضري، بان هذه احد اهم الاولويات اللي يجب الانكباب عليها والاشتغال عليها، ضمان الحق المواطنين والمواطنات في منطقه عين نقبي اللي هي منطقه حضاريه ولكن عانت التهميش وعانت الاقصاء، ولا زالت اليوم خص تكثف الجهود من اجل اننا نرفعوا هذا الحف وهذا التهميش في حق بسيط من ابسط الحقوق اللي خصها توفر للمواطنين والمواطنات في هذه المنطقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنشكر هوية بريس على التغطيه ديالها الاعلاميه هنايا في منطقه عين نقبي. الموضوع ديالنا هو الموضوع كي كنعرفوا حنايا مثلا الطوبيس راه هو اكفس ما كاين هنايا في هذا الشيء هذا، بان كنعرفوا منطقه عين نقبي من افقر المناطق اللي كاينه هنايا في منطقه عين نقبي. فزعما كي كنقولوا مثلا على جنر الورد افقر المناطق، راه قبح الله الفقر، راه بنادم ما عندوش كلشي الامكانيات باش يطلع في الطاكسي ولا شي حاجه، راه ديك 60 ريال ديال الطوبيس ولا ديك 80 ريال وما كيلقاش باش يخلصها، وعاد كتزيدوا بحال هكا مثلا ما كاينش كاع ديك النقل، ما كاين لا حافلات والخط دابا قطعوه ديال الطروه. ديك النهار انا بنفسي كنت واقف مثلا في بافتوح، اقسم لك يمينا ما كاين الطوبيس نقصوا منه كاع، وهذا الشيء هذا راه خصو يوصل للمسؤولين الكبار اللي مكلفين بهذا الشيء هذا. الطلبات ديالنا هي هبطوا لنا الطوبيس، حنا هذا الشيء اللي كنطلبوا به، هذا هو المطلبات ديالنا، بان يجيو بحال مثلا الطوبيس. دابا مثلا الطروه كي قلت لك قبيله راه ما كيوصلش كاع عندنا الطروه. طروة ويلي الانسان ولا كيطلع الباب مفتوح، ومن يطلع الباب مفتوح مثلا على رجليك مثلا مع 7 الصباح ولا مع 8، وتلقى مثلا كتعرض لبزاف ديال الحوايج، منهم بحال هكا مثلا كتلقى يقدر يتعرض لك شي واحد يكريسيك، يمكن شي واحد بزاف ديال الحوايج، عندك خطوره تمايا، وكاين الانسان اللي مريض، كاين اللي ما كيقدش يطلع. الطلبه عاوتاني راهم دابا حاليا كي كنعرفوهم مثلا بحال هكا راهم دابا مقبلين على الامتحانات، واش كي غيدير الطالب هذا؟ واش ما عندوش باش يشري، ما عندوش باش يطبع تابوليكوب وكيبغيتيه مثلا يطلع لك هو في طاكسي؟ هذا هو المشكل. السلام عليكم، معكم حميد حي عين نقبي. حنا اخويا كنشوفوا هاد الفئه هذه ديال سنيتو ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، حيدوا لنا الطوبيس، وحنا اصلا كنا باغيين الطوبيس يهبط لنا لهنايا لعين نقبي لوسط الحي، والساكنه ديال الحي راه كامله كتعاني من هذا المشكل هذا. ولهذا كنتمناو من هاد الناس المسؤولين وسنيتو يسمعوا هاد الصدى ديالنا ويحاولوا يتفاهموا هاد الوضعيه ديال
هاد الفئه هادي راه فهمتي راه ضروره من ناحيه وسائل النقل. الطوبيس دابا لو بغينا نطلعوا عرفتي راه خصك تطلع حتى لبلا مفتوح راه صعيب باش تطلع. والساكنه والسيتو هاد الفئه هادي ديال هاد الناس ذو الاحتياجات الخاصه انت كتشوف المعاناه اللي كيعانيو اللي عنده لي ديكي اللي عنده الكرارس هذا راه صعيب المسؤوليه تطلع حتى لبلا مفتوح على شي حاجه فهمتي باغي تقريها ولا هذا. كنتمناو للناس المسؤولين وهذا يسمعونا ويشوفوا فهاد الفئه هادي راهم فهمتي راهم مشي لنا بزاف. الله يجازيكم بخير والسلام عليكم. هوية بريس.